ضيافتنا مهندس سرمد عبد الرزاق المهندس المقيم بالمشروع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله ومرحبا. اليوم احنا بمنطقة الخضراء، شنو العمل اللي يقوم به بمنطقة الخضراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكافة مشاهدي قناة سامراء، وأهلا وسهلا بإخواننا في أهالي مدينة سامراء. المشروع يسير بفق نسب إنجاز متقدمة جدا، بلغت 30% ما بين محطة المعالجة ومحطات الرفع والخطوط الناقلة، والآن بدأنا بمرحلة جديدة هي الشبكات الفرعية وتنفيذ المنهولات. وكما وعدناكم سابقا في التصريحات السابقة بأن العمل يسير وفق خطة من 3 محاور، محور محطة المعالجة ومحور الخطوط الناقلة الرئيسية ومحطات الرفع، والمحور الأخير هو الشبكات الفرعية. اليوم بدأنا يعني قبل أكثر من أسبوعين بدأنا بالشبكات الفرعية والمتمثلة بمنطقة صلاح الدين والقادسية، والآن نحن في منطقة الخضراء. لكن السؤال المطروق واللي إحنا حقيقة مدن يعني مدن جر لهذه الهاوية من بعض الناس المغرضين، اللي يعني أنا أتعجب حقيقة من بعض الأخوان من هذه مدينة سامراء اللي ما لهم رؤية إيجابية تجاه المشروع، ودوما في تسقيط، وكأنه المشروع يسيء إلى أهالي المدينة. حقيقة هذا الموضوع يعني نحن نمتعض من عنده كعراقيين، وإحنا يعني كموظفين ما نجازف لا بمسيرتنا المهنية ولا بمستقبلنا القانوني تجاه هذه المواضيع. المشروع ده يسير وفق خطة رصينة موضوعة من قبل المزارة، ووفق التصاميم المعدلة باستمرار والمحدثة بأعلى المناسيب، وبإشراف دائرة المهندس المقيم المتواجدة في أغلب المواقع. بعض الطروحات اللي تم التطرق لها أنه ماكو منهولات، وحقيقة أنه وجدت المنهولات. بعض الطروحات أنه ماكو أنابيب، ونحن الآن نمتلك 5 مواقع رئيسية لخزن الأنابيب، موقع في المثنى، موقع في منطقة البهرات، منطقة قرب أحمد بن حنبل، موقع قرب المستشفى الخيري، موقع في القاطول، 5 مواقع.